وقد تختلف التعديات على الثورات الثقافي العالمي سواء بتدمير المواقع الأثرية أو بنهب محتوياتها بغرض الاتجار بها بشكل غير مشروع أو بإخفاء معالمها بالخربشات والكتابات عليها. وببادرة تطوعية لإزالة الخربشات والرسومات قام بها بعض الأشخاص لا يعون أهمية بالأثار، نظم مخيم الشباب التغيير بصبراتا بإشراف منظمة نواة للتغيير والتنمية والأعمال التطوعية مسيرة على الأقدام لشباب ليبيا المشاركين في المخيم. المسيرة انطلقت من بيت شباب صبراتا مقر المخيم إلى مدينة صبراتا الأثرية بحماية عناصر الأمن الوطني بالمدينة، ورافقها الشباب بعدد من الدراجات النارية مرددين شعارات وطنية وحاملين قصصات مكتوب عليها أسماء المدن الليبية تعبيرا على وحدة الوطن وصيانة وحماية موروثه الثقافي. المتطوعون قاموا بمسح الشوائب وبعض الكتابات الموجودة على الأثار والحوائط الجانبية وبتنظيف الأثار من بعض الأوساخ والمخلفات. الحملة التطوعية أسهمت في تشجيعها جمعية الأثار البيئية بهدف نشر ثقافة الحفاظ على التراث الثقافي العالمي بالمدينة.